الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تزوج امنا خديجه اكبر منه. يعني كاين انا دوك انسان يكون يحب وحده كبيره عليه ما يحوش على الناس، يعرضهم يدير عشاء يضحكوا ولا ما يضحكوش، اذا كان يعني هو يحبها وهي تحبه تربح ما يحوش على الناس، يا يعني بغاو يضحكوا عليه 100 سنه، المهم دير عشاء اللي يحب يتعشى مرحبا به، اللي ما يحبش يتعشى الله يسهل عليه. حنايا نقولوا المراه اذا عجباته وحب يتزوج بها مراه كبيره عليه ما فيهاش عيب، يعني كي تولي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه راه خير منا، يعني نبي وكلش ويعرف خير منا، ما كاش اللي يلحقوا. يقول لك ان هو وحي يوحى لا ينطق على الهوى وان هو وحي يوحى. مش عليك انا نشوف مراه كبيره عليا ولا مراه صغيره ولا تعدوك صغيره عليه، مراه كبيره عندها عقليه ورزينه ومجربه الدنيا هذه وتعاونك في هموم الدنيا، وبالك كما نقولوا تعطي لك ايجابيات انت ما تكونيش عم باتلك بها.